اليوم راح نحكي عن موضوع هو يعني ما يحتاج لأكثر من وقت التوتوريال، فهو عن إعازات راح نحتاج إن شاء الله خلال الفصل الثاني لما نتعامل مع أجهزة الـ Input Output Devices. فهذه الإعازات هي من اثنين، الـ In Instruction والـ Out Instruction. أول شيء بداية كمقدمة، الأشياء اللي راح نحتاجها بس أشنو، إذا عندكم مشكلة بالصوت أو بالصورة قلوا لي رأسا. لاحظوا الأشياء اللي نحتاج أنه نعرفها، معلومات عن الجهاز اللي قد نتعامل معانه حتى نعرف نكتب الإعازات المناسبة. هي 3 أشياء. أول شيء type of device، يعني إحنا كلش مهم أنه نعرف إذا كان هذا الجهاز نوعيته هو بس input device، نوعيته بس output device، ولا أكو شي أجهزة ممكن تتعامل معها in out مثل ما راح ناخذ مثال بالأخير. ثاني شيء ال port number، كل جهاز عنده ال port number، يعني شلون كل إنسان عنده اسم بس هذا اسم وحده هو وما يشبه اسم، المفروض يعني ما يشبه اسم محله، فهو لازم يكون رقم يونيك فريد ما كونه، يعني هذا الرقم يتحدد بالتصنيع during manufacturing، معناته خلال عملية التصنيع. ويعني البورت نمبر ممكن أنه يكون 8 بت أو ممكن أنه يكون 16 بت، ومثل ما قلت لكم هاي الشغلة يحددها المصنع مال الجهاز. من صنع الجهاز وطلع يعني بدأ استخدامه في حقل العمل، ما ممكن نهائيا أنه يتغير البورت نمبر مالته. ثالثا الـ Data Link، أكو معلومة لازم أيضا تعطى، هي هذا الـ Device سواء كان Input أو Output راح نتعامل معانه أنها أكو داتا، إما راح نعطينه هي أو راح ناخذها منه. زين هاي الداتا إيش قد الطول مالتها؟ هل هي 8 بت؟ هل هي 16 بت؟ هذه أيضا المعلومة تكون ثابتة بالنسبة لكل واحد من الأجهزة وتحدد عند التصنيع. وانت بالنسبة لكم دائما لازم نقول لكم او نعطيكم معلومة معينة تدلكم هل انه داتا لينك هو 8 بت لو 16 بت. الملاحظات اللي لازم بس ننتبه عليها بالنسبة لهاي الامور، انه هاي مثل ما قلنا هاي الـ3 اشياء ثابتة ما ممكن انه تتغير، هاي الاشياء ثابتة ما ممكن انه احد يغيرها بعد التصنيع، انتهى الموضوع. الملاحظة الثانية أنه أنت يعني أخذت منه البورت نمبر ممكن يكون 8 بت أو ممكن يكون 16 بت، والداتا لينك أيضا ممكن تكون 8 بت ممكن تكون 16 بت، لكن واحد منهم ما له علاقة بالآخ، ممكن يكون 8 بت، 2 من 8 بت، 2 من 16 بت، أو واحد منهم 8 بت والآخ 16 بت، واحد ما له علاقة بالآخ نهائيا. يعني والملاحظة الثالثة ذكرتوا الكمية، أنه بعض الأجهزة ممكن يكونون input و output بنفس الوقت. خلينا نبدأ بالصيغة مال هاي الإعازات. أول شيء الـ in instruction، الـ in من اسمه أنه راح يتم، طبعا لاحظوا من هسه يعني إلى نهاية السنة دائما من نقول input فهو إدخال إلى المايكرو بروسيسور، يعني إحنا قد نحكي نسبة إلى المايكرو بروسيسور، فإنبوت يعني هو إدخال إلى المايكرو بروسيسور، أوتبوت إخراج من المايكرو بروسيسور. فيعز إن معناته أنه الديفايس اللي قد نتعامل معانه هيقوم بعملية إدخال لشيء معين، إلى يعني الداتا مالته إما تكون 8 بت أو تكون 16 بت، راح يدخلها إلى المايكرو بروسيسور. صيغة هذا الإعاز هي أنه تكتبون إعاز إن أي إن، وقدامه أكوش destination وأكوش source. لاحظوا أنه عندنا أشياء ثابتة، أنه ال destination أو الشيء اللي غيح يتم عملية يعني هو اللي غيح يتغير أو غيح ياخذ قيمة هاي الداتا، هو دائما دائما بيعز إن دائما يكون إما إلو أو AX. إذا كان الداتا لينك، لاحظوا هوني أقول لكم، لما الداتا لينك هو 8 بت، فأنتم بيعز إن لازم ال destination مالتكم يكون ALU. بحالة أنه ال data length هو 16 بت،
فلازم يكون الديستنيشن مالتكم في عزئن هو اي اكس. جربوا هسه حتى بالايميليتر تكتبون اي سجل اخر ويا موك خلوا فقط رقم باسبورت نمبر تشعر راسا راح يقللكم خطأ ايرور، ولازم تستقبل المعلومات من الديفايس بعزئن اما على السجل ايلو او على السجل اي اكس. هاي منو يحدد الداتا لينث اللي هي معلومه اصلا المفروض نكون عرفها بالنسبه للديفايس اللي ناخذ منه الداتا. الديستنيشن ايش راح تكتبون هوني؟ راح تكتبون البورت نمبر، لانه احتمال كبير انه يكون ما يكون اكوش جهاز واحد مربوط على المايكرو بروسيسور وهو هذا اللي دائما راح يدخل، راح يكون اكوش مجموعه من الاجهزه هي كلها راح تكون مربوطه على المايكرو بروسيسور بطريقه معينه مثل ما راح ناخذ ان شاء الله اذا كفانا الوقت بالكورس. فبالتالي ايش راح يصير؟ احنا لازم نحدد ايش هو البورت نمبر حتى نحدد الجهاز اللي راح نستلم منه داتا. الان هسه راح نجي على البورت نمبر، بس خلينا نكمل بالنسبه لايعاز الاوت. اوت انستركشن ايش معناته؟ طبعا لاحظوا بايعاز ان مثل ما قلت لكم الشيء راح يجي من الديفايس الى او الداتا راح تجي الى المايكرو بروسيسور. فلاحظوا رحنا ما خلينا الاي لو او الاي اكس طرف الديستنيشن، وخلينا البورت نمبر اللي منه راح تجي الداتا الطرف السورس. الاوت انستركشن لا بالعكس، الاوت انستركشن هم انت بتعرفون اتجاه النقل هو من السورس الى الديستنيشن. اذا ال 86 مايكرو بروسيسور يعتبر انه اي لو او اي اكس هو المكان اللي راح يتعامل بينه مع الانبوت اوت ديفايسز. فلما عندنا جهاز نريد نحن نعطينه نستخدم يعز اوت، ال destination مالتنا لازم عفوا ال source مالتنا لازم يكون إما ALO أو AX اعتمادا على طول ال data أو data link مال الخاصة بالجهاز اللي كنت عامل معانه، و راح يكون إما ALO أو AX وال port number. نعم ال destination راح ال يكون ال port number الخاص بهذا الديفايس. نيجي هسه نحكي عن البورت نمبرز وانواعه. عندنا شيء نسمينه فيكست بورت ادريسنج. هذه الحاله هي انه يكون طول البورت نمبر مال الجهاز اللي قاعد نتعامل معانه سواء كان انبوت ديفايس او اوتبوت ديفايس انه يكون طول البورت نمبر مالته 8 بت. لما يكون طول 8 بت هاي الحاله نسميها فيكست بورت ادريسنج. Fixed port addressing. لما يكون 8 بت العملية جدا بسيطة، مثل ما هو رقم تجون تنزلونه بالحقل مالته. إذا كان الإيعاز إن في البورت نمبر خلينا نفرض إنه كان 96 هكسا، فإذا كان الإيعاز هو إن إيش رايح نعمل؟ نخلينه بطرف السورس. ولاحظوا مثل هذا الإكزامبل إن أي لو 96 هكسا و ان اي اكس 7 اي هكسا. واذا كان الايعاز هو اوت فهاي اكزامبلز عندكم اوت 3 اف هكسا ايلو، وهذا الاكزامبل الثاني اوت 19 هكسا اي اكس. طبعا خليت لكم يعني اكزامبلز متنوعه. اول اكزامبل ايش قد الداتا لينك؟ 8 بت 6 8 بت شلون عرفت؟ لانه ايلو بالضبط. النوع الثاني 16 بت. نعم بالضبط. كل ما توشع عن اي لو معناته الداتا لينك 8 بت، ومن توشع عن اي اكس الداتا لينك 16 بت. كلهم هذول الاربع امثله لاحظوا البورت نمبر هو عباره بس عن 8 بت 96 7 اي 3 اف 19 هكسا. فبالتالي مباشره نخليه مثل ما هو بليعز بس بالمكان الصحيح، اما طرف السورس طرف الديستنيشن، وما له علاقه داتا لينك بالبورت نمبر واحد، ما له علاقه بالاخ كطول وكقيمه وكل شيء. الحاله الثانيه هاي اللي سميناها الفيكست بورت ادريسنج، هسه الفاريبل بورت ادريسنج. لما يكون البورت نمبر طوله 16 بت،
هاي الحالة ممنوع ممنوع عنهم سجان، وتخلون الرقم مباشرة بالإيعاز سواء كان الإيعاز إن أو أوت، سواء كان طول الداتا لينك 8 بت أو 16 بت. البورت نمبر من يكون 16 بت ممنوع. أشني ال أشني البديل؟ شلون نتعامل مع هذا الديفايس؟ تقومون بعملية موف قبل الإيعاز الإن أو الأوت، موف إلى دي إكس قيمة البورت نمبر اللي هو طوله 16 بت، وهذا الشيء ستاندرد. يعني ترجعون الخطوة التالية ايش تعملون؟ تخلون بدل البورت نمبر دي اكس وليس الرقم. اذا فقط لما يكون البورت نمبر 16 بت راح تقومون بعملية الان او اوت بخطوتين وليس بخطوة واحدة. هذا هو الـ variable port addressing، وخليتوكم مجموعة من الأمثلة. هاي أربع أمثلة متنوعة، شوفوا كل مثال اخترت بورت أدريس مختلف، طول الداتا مختلف، مرة 8 بت مرة 16 بت، بس كل أحوال اختاريت البورت أدريس يتكون من أكثر من 8 بت، يعني جزء قوي جزء 9 بت، بس المهم هو ما دام أكثر من 8 بت نحن نعتبره من نوع الـ variable port addressing ونخلينه بـ DX، على طبعا على فرض إنه باقي البتات هي أصفار، ونقوم باستخدام DX في إيعاز الـ in أو out كـ source أو كـ destination. سيتويشنال عملية مع الموف ليش عملها؟ عملية مع الموف يعني. نعم هسه جاوبكم. أول شيء إنه ليش عملنا هالشكل؟ ال 86 مايكرو بروسيسور يعني هي صمموا الإيعازات مالته الـ in والـ out على إنه إذا كان البورت نمبر يتكون من 16 بت فما مسموح انه يمشي الايعاز مباشرة، انه مخلين البورت نمبر كلته بالايعاز مال ان او الاوت. فبالتالي سمحوا انه يتم تحويل هذا البورت نمبر الى دي اكس، وتخلون دي اكس بالايعاز مال ان او الاوت، واشنو بس دي اكس فقط، اي سجل اخر غير دي اكس همينا ممنوع. اشنو كان السؤال الثاني؟ واحد منكم هم يسأل غير سؤال؟ أشنو الغاية منه؟ إيه لا مشيت، أشنو الغاية يعني؟ من إيش؟ من إعازات الإن والآوت؟ الإن والآوت بصورة عامة وبصورة خاصة، هذا يعني وقت البرمجة المايكرو بروسيسور على أساس أنه إذا كان 16 بت لازم أكو خطوة قبله، يعني ليش ما خلاها مباشرة؟ يعني أكو فد يعني استفادة حقيقية لو بس مجرد هاك التصميم يعني؟ والله عمر ما أعرف، أنا متأكدة تعرفون أشنو الشغلة؟ هي من الإعازات، شوفوا لما يجي واحد يصمم معالج هذا الجزء السي بي يو انت محدد بإعازات معينه، هاي الإعازات تتحول الى ماشين كود معين اصفار وحدات وينبنى على اساس دائره هاردويريه، فبالتاكيد اكو فقد سبب ما يعني بهاي الدائره الهاردويريه اللي كانوا قيبنوها اللي تنفذ إعاز الان والاوت كان اكو فقد اشكال انه يدخلوا له الارقام بشكل مباشر فقاموا هاش. بس أشني هي أشنو هو هذا الإشكال والله ما أعرف ماشي بس يعني هي مشنو عندهم فرض محددات، يعني هي هاي أنه الهاردوير يعني شوفوا طلاب أنتم إيش قيصير، أنتم قد تكتبون إعازات سوفتوير، هاي الإعازات سوفتوير قد تتحكم من دوائر هاردويرية كهرب وقيم وون لوجيك وزيرو لوجيك، فشي مرتبط بشيء. هسه احد بعد عنده سؤال او شيء ما وصل؟ شوفوا هي شغله كلش بسيطه، بس انا شنو دائما اطيق اجيب اسئله كثيره على هذا الموضوع، اطيق مثلا اجيب لكم إيعاز بينو شيء غلط واجعل لكم صح واشنو هو الخطا. اذا انا اريد اقوم بعمليه معينه انقل مثلا انقل مره جبت لهم سؤال كان كويز اريد انقل القيمه الموجوده بسي اكس الى جهاز البورت نمبر ما يساوي كذا، فاكو كثيرين منهم ايش عملوا مباشره من سي اكس قالوا اوت وخلوا البورت نمبر وكتبوا سي اكس، لا لازم يحولوها الى اي اكس وبعدين يعني يبعثوها بجهاز الاوت. فيعني كثير بينو يجي اشياء او مثلا اذا يعز انت صح او خطا إيعاز الأوت وكان خليته بالعكس، خليته أي لو أو أي إكس وبعدين خليته دي إكس الطرف السورس، أشنو الخطأ؟ الخطأ هو اتجاه، يعني السورس والديستنيشن لازم يكونون
يعني بشكل صحيح، يعني بالان شكل وبالاوت شكل، لانه دائما عمليه النقل راح تتم من السورس الى الديستنيشن. تعالوا خلينا ناخذ هذا الاكزامبل. هذا اكزامبل اصلا ماخوذ من الكتاب مالتكم بانتل مايكرو بروسيسرز 4.12. Write the required instructions to set the right most two bits of the speaker. Write most two bits of the speaker. يعني ايش يقصد بهم write most؟ أقصى اليمين يعني؟ بالضبط أقصى اليمين. نريد نعملهم إيش؟ نريد نعملهم set. two bit of the speaker اللي هو port number. طبعا من يقل يعتكم جهاز معين يعتكم لازم port number مانتو، لأنه مستحيل أنت من حالكم تعرفونه، لازم الأسئلة يكون متوفر. then clear them after a specific delay time. The speaker has an 8-bit register. The speaker has an 8-bit register. إيش معناتها هاي المعلومة؟ إنه الريجستر من هذا السبيكر طوله 8 بت. يعني قبل نستخدم الانبوت وندخله على أي لو. بالضبط أي لو. ليش يعني تعطيك معلومات؟ هذه المعلومة بين قوسين. The speaker has an 8-bit register. إيش تعني؟ يعني أي لو هو. تعني؟ إيش هو؟ نعم يعني راح نستخدم أي لو بالإعازات مالتنا، معناته أنه data link of the speaker هذا اللي راح نتعامل معانه هو 8 بت وليس 16 بت. إحنا بهذا السؤال بهذا الإكزامبل مطلوب ثلاث أشياء. أول شيء أنه نعمل set the right most two bits of the speaker، نعمل لهم set. وبما أنه إحنا غيح يعني شوفوا هو قيغيد من عندنا نغير بتين معينين من register طول 8 بت، نحن ما تقدر نتعامل بس مع هذول البتين، إحنا لازم كل من 8 بت نعطينه قيمة طول 8 بت. زين إيش نعمل حتى هاي 8 بت يعني نغير بيها بحيث بس يتغيرون بيها بتين؟ هاي الفكرة تشبه واحدة من الأفكار اللي أخذناها لما حكينا عن الفلاجز بالفصل الأول. الفلاجز ريجستر كان عندنا سجل مع الفلاجز مطلوب أنه نغير بين تغييرات بسيطة، مثلا نغير بين أول بايت، غير بين فلان فلاج. استخدام الأند والأور أو الإكس أور. بالضبط. زين أنت هي القيمة موجودة بالسجل اللي موجود بداخل الجهاز، ايش تعمل حتى تعمل لاند اور وهاي الامور؟ ايش تعمل؟ لازم تستخرجها. نعم بالضبط، لازم نقراها اعتمادا على هذا. طبعا هو هذا الاكزامبل الحل مالته كان موجود بالكتاب، ما مذكور بالاكزامبل انه هذا الديفايس هو انبوت اوتبوت بنفس الوقت، لكن احنا بنجيب لكم سؤال لازم نعطيكم فقط معلومه او فد شيء يدلكم على انه هذا الديفايس هو انبوت لو اوتبوت ديفايس، بمعنى هذا انبوت واوتبوت في نفس الوقت. إحنا إيش رايح نعمل؟ طبعاً ليش لازم يكون input و output في نفس الوقت؟ لأنه إحنا راح نحتاج إنه نقرأ حالة السجل ونغير عليها ونرجع نرجعها مرتلق، يعني نحتاج in و out اثنيناتهم. فلاحظوا الحل. in أول ما نبدي نقرأ حالة السجل، طبعاً بما أنه قال لنا الريجستر مالته طوله 8 بت، فنستخدم ايلو. والبورت نمبر مالتنا هو ماس سبيكر هو 61 هكسا. هذا اللي اوكي قرينا هالقيمة صارت موجودة بأي لو، احنا نطيقها ساعتها نغير بالبتاد مال أي لو مثل ما احنا نريد. ايش نعمل set للرايت موست تو بيتس أقصى البتات الموجودين بأقصى اليمين؟ هي set لازم نحتاج أور، تمام؟ الأور ايش نعمل؟ نصفر باقي البتات صفر البتات اللي يريد يثبتون ما يتغيرون، لأنه أور لأي شيء مع صفر هو نفسه ينزل، بس البتين اللي بالبداية راح نخلي قدامهم واحدات. فأشقد أور مع أي لو مع أشقد
ولا موجودة قدام يعني ما يحتاج تي أول بتين مثل نعم. واحد والاثنين يصيروا ثلاثة بالضبط نعم نعم أول بتين نخليهم واحدات وباقي الست بتات نخليهم أصفار فصارت العملية هي أور ما بين أيلو اللي قريناه من السبيكر مع الثلاثة بعدين خلصنا هسه الشيء مطلوب نطلعه هسه يعني ما يكفي أنه أقوم بالعملية على أيلو ما تغير أي شيء بالديفايس فنستخدم EAS OUT نطلع على طبعا تنتبهوا على التسلسل ويصل تخلون port number ويصل تخلون السجل أول شيء بEAS port بEAS OUT port number وبعدين الأيلو الجزء الثاني المطلوب من هذا السؤال هو أنه قال لنا then clear them after a specific delay يعني هذول البتين اللي احنا عملنا لمسيت عملناهم واحدات لازم أنه نصفرهم بعد delay معينة طبعا ما حددنا إيش هي الديلي قال لنا after a specific delay time إيش معناته إحنا هسعته ممكن أنه نعمل فقد نستدعي فقد برنامج يقوم بديلي معينة أو نستخدم الانتربت إذا كان عندنا برنامج مال مقاطعة للديلي وممكن أنه نفسه لوب بسيط يقوم يعني لوب بسيط يعيد نفسه من دون ما يعمل أي شيء مثل ما أخذنا من محاضرة مال الديلي لوبس ممكن أنه خلين هون لاحظ هو شيء سمبل ثلاث إعازات فقط لأن ما حددونا بقيمة معينة خلينا بسي أكس ألف رجعنا عدنا إعاز نو أوبريشن طبعا ألف هكسة عدنا إعاز لوب نو أوبريشن ألف هكسة وبعدين خلاص بعد هاي الديلي لازم نقوم بالعملية المطلوبة أنه بعد الديلي لازم نعمل clear them clear them يعني ايش يقصد انه هذول البتين اللي عملنا لهم ستيت قبل شوية لازم نعمل لهم clear عشان نعيد نفس العملية اول شيء نقرأ الريجستر بعدين هذول البتين نقوم بعملية تصويرهم ونرجع نرجعه ايش السبب السبب انه احنا عندنا مجموعة من البتات ست بتات لازم نحافظ على قيمته ما نغير بيها لأنه كل واحد منهم له فد أهمية أو له فد معنى فإحنا ما نجي نقول نغير بالسبيكر نقول يلا ما دام نغير عمل له سيت خلي كلهم عملهم واحدات وما يحتاج إن قبل أقول له أوت أخلي بأيلو أف أف وأقول له أوت على السبيكر أيلو عرفتم شلون هذا صح ما خطأ يعني كشيء مطلوب من السؤال لكن أنت كمبرمج لازم تنتبه انه كل شيء له معنى بالانبوت اوت بوت ديفايسز ما نجي ونعملها كلها واحدات او نعملها كلها اصفار هسه شلون طبعا اول شيء نعمل ان اي لو 61 هكسه وبعدين عمليه كلير اي بتات مع المحافظه على باقي البتات تتطلب استخدام اعاز اند فنحن ايش عملنا اند للايلو مع كل واحدات والبتين نغيدهم يصفرون راح نخلي قدامهم أصفار فإيش قد راح يصير راح يصير F لأنه أربع واحدات من هاي الجهة وبعدين واحدين صفرين من هاي الجهة اللي هي C ست الواحدين آخر اثنين يعني ما المفروض نخلي هون اثنين ثلاثة العفو لا دحق بالأند الأند إيش مبدأ عمله إذا تعمل AND لأي شيء مع واحد ينزل مثل ما هو ما مثل الـ OR قوي زين وأي شيء تخلي قدامه صفر يصفر مهما كان فإحنا الأند نعنا فالأند نستخدمه بالتصفير والـ OR نستخدمه بعملية الست ويعني الوحدات وأصفار يختلفون فهوني بالعكس هوني خلينا أصفار والباقي واحدات كملنا شغلنا على أيلو هسا نطلعه باستخدام EAS OUT على البورت نمبر مال السبيكر نعم ست منع يقول كلير ذيم يعني أول بتين نعمل أصفار أو الباقي واحدات عكس أول مطلب أي نعم أي تمام يعني هسا عملناهم واحدات رجعنا انتظرنا ديلي معين رجعنا عملناهم أصفار هذا هو اللي كان مطلوب بالسؤال وإذا تريدون بعد تحلون عن الموضوع أو تنشعون examples عليه ممكن أنه تروحون على برنامج الإميليتر تفتحون tutorials وانتو كثير وكخل شرح examples ما بس على out instructions كثير عنده يعني شغلات يعني حلوة وممكن أنه تفيدكم
إذا ما عندكم شيء أنا بالنسبة لي خلصته هاي المحاضرة، مع أنه هي قصيرة كلش وما غيح يعني، ما بيها تكملة، هي هاي خلصت، بس كثير يعني يجي عليها يعني أسئلة هكذا حلوة ودائما تجي. إذا ما عندكم أي